مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان زوالكم ان شاء الله سعيد ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الوفيه لتطلعاتكم ولانشغالاتكم ولحرصكم على متابعه ما يجري في المنطقه ونحن معكم كذلك في هذه المهمه هذا الفيديو ياتي طبعا بناء على الجدال الان الدائر في المغرب والذي يتعلق بقضيه الاغتصاب اغتصاب الطفل عدنان وقتله في الشعب ايضا في كل مناسبه وفي كل حين وهو الذي يجري بشكل يومي وبشكل منظم وبشكل يعني يكاد يكون شبه عام واردنا من خلال هذه الحلقة ان نطرح التساؤل او يعني نحاول ان نجول بسرعه في اللي ممكن انها تدلنا على موضوعنا الرئيسي اليوم اللي هو كيف انهم اغتصبوا الشعب وان الشعب اليوم يغتصب بعضه وحينما نقول يغتصب بعضه اب الى الحلقه الاضعف اللي هي الاطفال وطبعا بعض الفتيات القاصرات او الفتيات التي يغرر بهن فيجدن انفسهن في يعني في المجهول حاولوا تشاركوا الفيديو من فضلكم اذا سمحتوا حاولوا تشاركوا الفيديو عدلوا جيب للصفحه إذا نبدأ على بركة الله نبدأ على بركة الله فيما يتعلق بهذه القضية قضية الاغتصاب طبعا يعني لا أحد يستطيع أن يقول عكس ما, ما يقوله المنطق وتقوله الجماهير الشعبية على أنه يجب أن يعاقب الذين قاموا بهذه الأفعال بأشد العقوبات وحينما أقول أشد العقوبات ذلك ينفتح على اجماع الشعب على عقوبه معينه الاعدام او غيرها، المهم انه يكون هناك يعني او تكون هناك عقوبه رادعه حينما يفكر اي شخص ان يقوم بفعل من افعال الاغتصاب يفكر مليون مره في هذه العقوبه. لكن لكن لابد ان نطرح الاسئله لان العقاب هو منظومه مكونة من من العديد من الأطراف العقاب ليس هو فقط حينما يصل الشخص إلى التنفيذ يعني حينما تبكي الأم ويبكي الأب ويبكي المجتمع ويدفن الضحية وتنجز الفيديوهات عن الحادثة وبعد ذلك ننتقل إلى محاكمة هذا الشخص وإصدار حكم قضائي عليه و تطوى القضية ونذهب ايضا الى قضية اخرى. اليوم تكلمنا عن الطفل عدنان في طنجه رحمة الله عليه والله يصبر اهله. فريده ايضا من نوعها الان واللي بطلها نائب برلماني عن حزب او الدكان السياسي للتجمع الوطني للاحرار المتهم اللي هو رشيد الفايق والذي اتهم حسب ما يجري الان امام ما يسمى بالعداله في المغرب اتهم باغتصاب شابه واستدراجها وتصويرها في اوضاع مخله والفيديوهات حسب ما يقال انها منتشره كثيرا خصوصا في مدينه فاس وان هذا الشخص قد فر الى فرنسا قد فر بجلده الى فرنسا وانه ضغط على الضحيه في وقت من الاوقات بان تنجز فيديو اخر تتنكر فيه لهذه الواقعه وتنفي هذه الواقعه واليوم الموضوع مطروح حتى وان كانت هذه العقوبه ما نعرف ايش لن تعيد لهذه الشابه ما فقدته من جراء عمليه الاغتصاب ومهما كان الحكم القضائي الذي سيصدر في الشاب الذي اغتصب الطفل عدنان في طنجه لن يعيد الطفل عدنان ولن يعيد أه الآمال الى والديه والى المجتمع وقد يعني تسبب في شكل بشكل او باخر في تازيم المجتمع اضافه الى الازمه التي يعيشها على كافه المستويات. اذا لما نقول هذه المنظومه هذه المنظومه اللي ليس فيها هناك اي عقاب وليس هناك فيها اي بحث عن المنافذ التي لا تؤدي في النهاية إلى أن نصل إلى هذا المجتمع لأن الذي يقوم باغتصاب الأطفال الذي يقوم بالاغتصاب باغتصاب الأطفال أولا عنده خلل نفسي عنده خلل نفسي أحداث صدمته في حياته وقد يكون حتى الاغتصاب في الطفوله ولهذا حينما يستطيع يعني يحلق وحيدا في هذا المجتمع الغابوي يقوم بافعاله هذه التي يندى اليها الجبين لكن على نطرح الاسئله عن الذي يسمح اصلا عن الذي يسمح اصلا والذي يفتح ابواب هذه المملكه الشريفه الذي يفتح أبواب هذه المملكة الشريفة لكل الغزاة لكل غزاة اللحم البشري ليفعلوا ما يشاءون في فتيات المغرب وفي أطفال المغرب تحت حماية كل السلطات من يفتح مراكش مثلا وعلى ما فيها من أسرار خطيرة جدا وانتشار البيدوفيليا بشكل واسع في هذه المدينه، من يفتح هذه المدينه لكل هؤلاء الذين يقتنصون اللحم اللحم البشري ولحم الاطفال. الكارثه انه لحم الاطفال، يعني من يفتح هذه المملكه الشريفه امام كل هذه الوفود؟ من يسمح حتى بعد وقوع الكوارث، من يسمح بمغادره الجنات احرار طلقاء يعودون الى بلدانهم منتشين أولا على المجتمع المغربي ثانيا على الأسرة المغربية ثالثا حتى على ما يسمى بالقضاء في الزريبة حاولوا تشاركوا الفيديو لأنه فم يعني تقطعات طبعا بسبب يعني بسبب التبليغات إذا من يفتح هذه الزريبة من يفتح هذه المملكة الشريفة أمام كل هؤلاء الذين يأتون ليفعلوا ما يشاءون في بنات وأطفال المغرب، شكون هم؟ شكون هو؟ هذا والسؤال خاصنا نطرحه. من المسؤول سياسيا أمام فتح الزريبة أمام كل هؤلاء الساديين الذين يتلذذون بـ 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 باغتصاب الأطفال المغاربة، خصوصا في مراكش حيث يعني رقم واحد. من من؟ يعني هذا السؤال خاصنا نطرحوه. سنطرح هذا السؤال قولوا جواب واضح والقصص كثيرة والنجاة من العقاب حدث ولا حرج حدث ولا حرج تجي قضية تبدا يكتشف المجتمع ويتفاعل معها ويكثر الصراخ هنا وهناك وتخرج ما يسمى بالجمعيات ويخرج ما يسمى بما نعرفاش الحقوقيين وتنتفخ الكرة تنتفخ الكرة وفي النهاية تطرطق وتعود حليمة إلى عادتها القديمة وينتقل المغرب أيضا إلى قضية أخرى وهكذا 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 وهكذا, وهكذا, وهكذا دون أن يجد الإنسان بارقة أمل في أن قضية معينة قد عولجت بشكل سليم ليست هناك قضية واحدة تتعلق بال بحكم هذه المتابعة اليومية لما يجري في الزريبة لم أكتشف أن قضية من القضايا قد وجدت طريقها إلى الحل وأن طريقة أو قصة مؤلمة من القصص التي نطالعها يوميا قد وجدت طريقها إلى الحل وأن الجنات قد يعني اخذوا عقابهم الذي يستحقون ولا اتكلم هنا عن الجنات فقط عن الفاعل لان الجنات راهم مختلفين ره فيهم محامين كذلك الذين يشرفون على الدفاع عن الجنات فيهم كذلك قضاه الذين يطلقون صراح الجنات بسبب التعليمات وفوق ذلك أيضا مسؤولين قضائيين الذين يعطون التعليمات وهناك فوق ذلك مسؤولين أمنيين الذين يعطون التعليمات للمسؤولين القضائيين وفوق المسؤولين الأمنيين هناك أيضا جهات لا نعرفها أو لا يعرفها الشعب المغربي بشكل عام هي التي تصدر هذه القرارات وتقرر في مثل هذه القضايا لأن هذه القضايا لا تجب أمام القضاء وإنما حينما تحدث ينتقل الملف إلى دوائر أخرى وهذه الدوائر تسيره على هواها وفي النهاية أراكم شفتوا كم من الخليجيين يعني أفرج عنهم كم من الخارجيين ضبطوا في فيلل مع الفتيات وطويت طويت هذه القضايا يقول لك ضبطوا واعتقلوا كذا ولكن يقضون ساعات وبعد ذلك يفرج عنهم بعد ذلك يركبون في طائراتهم ويغادرون إلى بلدانهم ويتركون لك العار يتركون العار ولكن من المسؤول عن العار؟ شكون اللي مسؤول؟ شكون اللي مسؤول عن هذه الاسر التي تبيع فلذات كبدها؟ لان كاين هناك اسر التي تبيع فلذات كبدها لهؤلاء الوحوش ولكن شكون من المسؤول الذي جعل هذه الاسر تبيع لحم ابنائها وبناتها؟ شكون؟ شكون الذي ابتلع على كل شيء؟ النظام الذي ابتلع على كل شيء. النظام الذي لا 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 يترك لاشياء تسير بي 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 بالمنطق وبالعقل كل شيء تدخلات تدخلات تليفونات تدخلات عوج هذه هنا هذه هنا المسار القضائي الديهون الا كان شيء امير ولا ما هي امير هي تطوى المسطره والقصص كثيره جدا قصص كثيره جدا ولا زال الاغتصاب الى يومنا هذا لا زال الاغتصاب يجري من طرف برلمانيين محامين قضاة مدير العام للقناة الثانية المدير العام الثانية الذي يجب أن يفترض أن يؤطر عن طريق قناته يجب أن يؤطر المجتمع يجب أن يعطي المثال ولكن المخزن يأتي بأقذر البشر يحطوا على أحسن المؤسسات والله أهم المؤسسات من أجل أن ينقلوا قذراتهم ومن أن يمرروا قذراتهم للمجتمع لانهم يعتبرون المجتمع عزكم الله بحلقه ذارة. مجتمع لا يساوي شيئا المواطن العادي لا يساوي شيئا في المغرب يعني تستطيع ان توطع عليه بصباطك ولا احد يتكلم معك وفي المقابل يعني هما هما بناتهن واطفالهن لا يعني لا خوف عليهم بناتهن لا يغتصبن واطفالهن لا يغتصبن ولكن اطفال المجتمع المسحوق اللي ما عنده باش يتعشى واللي عنده الكره والضو وما نعرفاش والمدرسه وكل التبعات واللي لا يجد من مورد سوى ان يبعث واللي للفنادق في في الدار البيضاء مثلا والله في مراكش ولا العليب اللي في مراكش غيرها من المدن زيد وزيد 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 يبيعنا لحمهن من اجل ان يعيش وحدين عايشين في القصور عايشين في الفيلات وعايشين بالحسابات البنكيه وعايشين ولا احد يتكلم معهم ولا احد يحاسبهم لانهم الذين هم سرقوا غريف رغيف هذا هذا المجتمع لان الذي سرق غريف هذا رغيف هذا المجتمع هو الذي يؤدي بهذا المجتمع الى ان يكون على هذه الحاله نزيد على ذلك الظواهر الاجتماعيه التي تحدث بفعل بفعل قله قله ذات اليد قله ذات اليد تؤدي الى مجموعه من الظواهر وهذه الظواهر التي تجعل المجتمع هش تجعل المجتمع غير قادر على مواجهه هذه الظروف فيبحث عن اسهل طريقه شنو اسهل طريقه هو اموال الصع عليك الذين يستطيعون ان يدفعوا كل شيء مقابل ان ينالوا من شرفي المغربيات وشرف الاطفال المغاربه طبعا الكادحين لان هؤلاء لا ما ما ما, ما, ما يعطوا بناتهم لهؤلاء الوحوش وكم من الحالات كم من الحالات تحدثنا عنها وكم من وحده مسكينه بقات بكات الدموع بعد ان اغتصبت من طرف المسؤول الفلاني كاينه قصه تناره قصة سيدة اللي كانت خدامة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية التي اعتدى عليها برلماني في في مدينة تمارا بقاتلين عيات وجراتلين عيات وشردوها تشريدا شردوها تشريدا بعدما اعتدى عليها البرلماني وبعد ما تكرفص عليها وبعد ما فعل فيها ما يشاء وراهي ما عرفت منين تلات قصتها ولكن ليت بحال القصص التي نشوفها يوميا داخل الزريق الى العداله لان ليست هناك اي عداله هناك الاستباحه استباحه العرض والشرف استباحه العرض والشرف من نظام يدعي الشرف يدعي الشرف ويتلصق في الشرف باغي باغي الشرف لانه يفتقده يعني النظام اللي 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 يبحث عن أي وسيله من من اجل ان يظهر بانه شريف هذاك نظام فاقد للشرف فاقد للشرف لان الشرف شرف الفعل واش كاين شي فعل كاين شي فعل كاين شي محاسبه علاش ما ترفع عنه الحصانه ويحاكم ويدخل السجن وحتى وي... هو يعض القمل في الحبس ويوكل العدس ويوكل مسامر في الحبس ويغتصب حتى في الحبس لانه راه كاين كوارث تقع في الحبس كوارث كوارث تقع في الحبس عنوانها الابرز والاغتصاب عنوانها الابرز هو الاغتصاب، اغتصاب الرجال للرجال، اغتصاب الرجال للشباب، اغتصاب الرجال للاطفال، كوارث كوارث، مجتمع مجتمع مغتصب، نظام اغتصب شعبا والشعب يفرغ مكبوتاته في 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 في, في المواطنين اللي كيفوا في المسحوق مكبوتاته في الذين تسببوا له في هذه الماساه فين شفتوا شي برلمان يدخل الحبس؟ والله فلانه ولا... ولا طفل ولا كذا ما كاين كيطور ذاك الشيء والله يهرب والله يتموا يبحثوا له على شي طريقه يفكوه المدير العام للقناه الثانيه اتهمته سلوى بوشعيب بالاغتصاب و... و... وكان لنا الشرف ان نبث الاوديوهات مسؤول دوله مسؤول دوله الدوله الشريفه مسؤول في دوله شريفه في الدوله الشريفه ديال امير المؤمنين أ... يبعث صوره بالسوفيتمون في في بيت النعاس ويتكلم مع 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 المغتصب في التليفون ويحكي لها حتى بعض الاسرار المهنيه انا القصر انا عيطوا القصر انا قالوا القصر وهي اسرار مهنيه يجب ان يحاسب عليها ولكن لن يحاسب في مملكه امير المؤمنين لن يحاسب لانه من ضمن الجوقه من ضمن الجوقه التي تضمن ونظ... التي لديها علاقات لانه عنده علاقات مع القصر وخدام مع و و و و القصر ويعبد القصر ويساهم في إدامة القصر ويساهم في استمرار الملكيه، لذلك فإنه مباح عليه ان يفعل ما يشاء في بنات المغاربه. لا خوف عليه ولا هم يحزنون. وكذلك كذلك ما ذكرناه في مدينه غليمين. جردة جردة كاينة جردة في دوار اللوح مؤخرا قالوا لي ما تلاقوا يمشوا لأنه خايفين تأتي إليها النيابة العامة من أجل أن من أجل أن تحضر لعمليات الاغتصاب النيابة العامة النيابة العامة حاله قلت لو بروكيرور دو لا وكيل الجمهورية هون يذهب إلى واحد الجردة من اجل باش يتفرج في الفتيات كيف يغتصبن في غرف وشرابه والليالي الحمراء النيابه العامه تبارك الله النيابه, ال... النيابة العامه ديال الشريف الشريف النيابه, الع... النيابة العامه النيابه الشريف اللي خدامه خد مع الشريف اللي يعينها الشريف اللي ك... اللي يعطيها ظهير الشريف سيدنا بقات في سيدنا اه ماشي بقات في سيدنا ولكن بقيت في التطبيق واش كاين شي كاين شي كاين شي احتكام للقانون واش كاين تطبيق للقانون واش كاين شي احترام للقانون والاخلاق والاخلاق قبل ما يجي ما قبل نفسه ويعود هو خدام في النيابه العامه ولا وكيل ملك ولا وكيل عام ولا نائب وكيل ملك والله ما نعرفاش والله قاضي وياتي ليحضر الجلسات الخمريه ويجلس مع الفتيات ويشوف هذه مشات مع هذا وهذه مشات مع هذا وهذا اغتصبها وهذا فعل و... ومع الصبح في البيرو يقدموا له واحدين ضبطوهم ما نعرفاش ولا قبضوهم في الدار الفلانيه ويطبق عليهم القانون شكون اللي يطبق عليه هو القانون؟ شكون اللي يطبق عليه هو القانون؟ وهل طبق القانون على نفسه حتى يطبقه على الاخرين؟ موجودة في المغرب. يعني الحلول تبدا من ما نعرفاش منين منين يبداو الحدود الحلول. لان لا احد يبحث عن الحل. لان الحل واضح، الحل واضح. نظام كله فاسد. نظام كامل فاسد. وهذا النظام الفاسد طبعا يحمي بعضه وكل واحد يعدل اللي يبغى وكل واحد مصاحب مع فلان هذا الوالي الوالي مصاحب مع الوكيل العام والوكيل العام مصاحب مع وكيل الملك ووكيل الوكيل الملك مصاحب مع المجلس الاعلى لما يسمى بالسلطه القضائيه واللي ما فكوها في الابتدائي يفكوها في الاستئناف واللي ما فكوها في الاستئناف يفكوها في محكمه النقد وكل شيء ديالهم الحمد لله والضحايا يمشوا يبكوا في الفيديوهات تعدوا عشرين ألف فيديو لن يستمع إليه ما أحد يبكي عليهم المجتمع ويشوفهم المجتمع ويتألم معهم المجتمع ولكن يعيشون المجهول في النهاية آية آية آه آخر حالة هي هذه الفاس آخر حالة رعي هذه الفاس هي والبرلمان شكون آه لا ينصفها؟ تبكي فما يتعد ثلاثة وأربعة وهو راه هرب ولا قاع إلا رجع من فرنسا لا هي يقلبوا شي طريقه ويطول الملف ما تحاكم حتى شي واحد او سير انت سرق سرق دجاجه الى ما وقفوا عليك سير سرق خمسة دراهم الى ما وقفوا عليك سير غير في الشارع بلا ماسك وشوف اش يعدلوا لك الى ما قالوا لك رانك اسمه هو الى ما قالوا لك الى ما قالوا لك رانا مرحبا الاخ عمر مرحبا يقول لك الى ما قالوا لك رانا رانا حنا اللي حنا لي... اللي نحكمو هون حنا اللي نحكمو هون ما كاين القانون القانون لا وجود له لان هذا البرلمان الذي اللي في ال... اصلا قرر على انه يستدرج هذه الفتاة ويفعل ما ويت... يشاء ويت... ويتكلم معها بأريحية وي... ويشاطي معها في في, في الميسنجر ولا ما نعرفاش بأريحية عارف راسه بانه لا يفكها في النهاية في حالة تم ضبطه ولا يفكها في المغرب. تفك. تفكها تفكها باش بالبيع والشراء مع القوضات. بالبيع مع القضاة. بالبيع والشراء مع القضاة. إذا الخلل راه بنيوي. الخلل بنيوي لأن الذي اغتصب الشعب واغتصب حقوق الشعب هو المسؤول هو المسؤول المباشر هو اللي خاصو يحاكم. هذا النظام بتلاوينه المختلفة التي تغتصب الشعب يوميا هو الذي خص يحاكم أما راكم لا يتم تستفقوا على الطفل عدنان وعلى كيف الطفل عدنان وعلى قصة كيف الطفل عدنان وسترون عدنانين في كل بلاد حال من عدنان ماكم جايبين قاع أخباره ضمست قضيته بسرعة وشوفوا الأثر النفسي والخطير اللي اللي, اللي الله يحفظ الإنسان اللي يوقع فيه وغير كورونا سيفتحون المطارات ليستبيحوا أعراض الأطفال تحت مسميات مختلفة من أجل المصالح من أجل المصالح أطرح عليك السؤال قولوا لي مثلا في الدول المغاربية في الدول التي توصف بالمغاربية مع واحد راه يقول لك لا ما كاين المغرب العربي راه الامازيغ أمازيغ المهم احنا ما ندخلوا هذا الجدال لكنه في الدول التي توصف الان بالمغاربية في انتظار وجود شيء اه شي شي اه اطار اخر قولوا لي هل تونس مفتوحة كما هي مفتوحة المغرب امام البيدوفيليا هل تونس مفتوحة كما هي مفتوحة المغرب أمام البيدوفيليا؟ هل الجزائر مفتوحة كما هي مفتوحة المغرب أمام البيدوفيليا؟ هل موريتانيا مفتوحة كما هي مفتوحة المغرب أمام البيدوفيليا؟ جواب واضح. الجواب واضح. هل الخليجيون يفعلون كما يفعلون في المغرب يفعلونه في الجزائر؟ هل يفعل الخليجيون كما يفعلون في المغرب في موريتانيا وفي 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 تونس؟ جواب واضح جواب واضح لا لماذا لا؟ شنو اللي عند تونس وعند الجزائر وعند عند المغرب وشنو اللي عند موريتانيا وما هو عند عند المغرب وما هو عند الجزائر وما هو عند تونس؟ شنو هو اللي عندهم شنو شنو باش فايتينكم شنو عايد مع دايرين شي بيبان يديتيكتو منين نجي من المطار يديتيكتو يقولك لك راك بيدوفيل ولا ماك بيدوفيل لا اعتقد انه كان شي باب يديتكتي بانك بيدوفيل ولا لا ولكن هؤلاء الاطراف اللي تكلمنا عنهم الخليجيين وغيرهم من بعض الاوروبيين عارفين بانه المغرب فيه البيدوفيليا وبانها ارخص سلعه يمكن ان يجدوها في مراكش مثلا فيذهبون بالطائره وعارفين راسهم بانهم ماشيين لواحد الفضاء اللي موجود فيه السلعه اللي يبحثوا عنها يستطيعون ان ياخذوا الطائره قيس الجزائر من اجل ان يفعلوا هذا في اطفال الجزائريين ولا يستطيعون يفعلوا ذلك امام كذلك في التونسيين وفي الموريتانيين لا يستطيعون علاه لانه النظام السياسي هو الذي يفتح امامهم الابواب النظام السياسي في المغرب هو المسؤول عن بيدوفيليا هو المسؤول عن الاغتصاب هو المسؤول عن الافراج عن مغتصبي الاطفال هو المسؤول عن عدم محاكمه المغتصبين او المغتصبين هو المسؤول عن عدم تحقيق العداله وعن تطبيق العدالة وعن عدم تطبيق العدالة هو الذي يسمح بتولية بعض المناصب لبيدوفيل يعني تنجز عنهم التقارير الاستخباراتية لكن يعني لما يكون واحد باغي يطرش مرشح لمنصب فلاني ولا بغي يطلع في المنصب الفلاني تقوم الأجهزة الاستخباراتية بإنجاز ما يسمى بـ دون اللي هو بحث البيئة هذا بحث البيئة من هم اصدقائه اين تيوعى اين أنت، اين أنت أنت تيجي كيفاش يمشي كيفاش شخصيته كيفاش آآ آآ المورال عنده ومجموعه من المعطيات ورا من ضمنها واش بيدوفيل ولا ما بيدوفيل واش 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 شخصيته متزنه والله ماهي متزنه راه لابد من الحكم ولكن رغم ذلك ينجز كل ذلك والنتائج شنو هي؟ انه هو خايعد بيدوفيل وخايعد عارفين الاجهزه الامنيه التي ترصد المعلومه على انه بيدوفيل يخلوه في مكانه ولا يقربه اي احد لماذا لانهم عارفين اصلا النظام كامل بيدوفيل اصلا النظام يحب البيدوفيل وبيدوفيلية ولا يدخر اي جهد من اجل ان من بنات المغاربه ومن المجتمع المغربي بشكل عام ولهذا النتائج راه واضحه، واحد الدار واحد الدار مفتوحه بابها مفتوح والله قاع قلعوا الباب قلعوه، حد قلعوا الباب وحطوه، الباب مفتوح ادخل ومراق وعدل اللي بغيت عدل في الاطفال في الفتيات عدل اللي بغيت انت وسير ما كان حتى شي مشكل نتكلم معك، لا رحك جيبك، لا رحك جيبك والله الا كان شي مصلحه ولا شي. نقضوا الغارات حتى احنا كدوله مع هذوك الدوله تعطينا شي دعم ولا تبرع ولا فين يدوه وراه ما خاصهم الدعم هما راه ما راهم شبعانين فلوس راه عندهم خزائن ممتلئه إلى, الى 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 السقف ولكن رغم ذلك يبحثوا عن الدعم ويبحثوا عن التبرعات ولكن فوق فوق جثث الاطفال المغاربه والله فوق جثث الفتيات المغربيات اسالوا عن اسالوا عن الارقام في دول الخليج اسالوا عن الارقام في تركيا اسالوا عن الارقام في سوريا اسالوا شكون هذا شكون اللي هذا شكون اللي يرسلهم فم الشبعه شبعانين شبعانين شبعوا شبعوا في المغرب واش اللي وحده تسافر بالطياره وماشي من هون بهذه السموات هو وتقبل على انها تدخل في واحد الشبكات وتصبح يعني اما تصبح أمة وتتجرد من إنسانيتها وتدخل في شبكات كبيرة هذه شنو مديتها الشبعة مديتها الشبعة لهذه لهذه المهنة مديها الفقر والمغرب ليس فقيرا المغرب ليس فقيرا المغرب ما كان شي ما هو فيه ولكن شكون اللي سارقوا راكم عارفين شكون اللي سارق كل شيء المعادن مسروقه الاقتصاد مسروق آه، كل شيء مسروق جيبك 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 يمشي يسرقوا منه جيبك انت ماشي في الشارع يسرقوا لك من جيبك وكونتك يمشي يسرقوا منه الى جا عن كاين شي تامين يسرقوا لك من التامين المهم اي ما ي... ما م... الضو فاكتوره الماء والضو يسرقوا معاك خاصهم يسرقوا معاك ورا ما خاصهم الفلوس ولكن المهم خاصهم يفقروك انت انت خاصك تم فقير وتم بحال العبد متحكم فيك وما عمرك تحس بانسانيتك وما عمرك تحس بانك فعلا مواطن لان شنو المواطنه واش المواطنه هي غير هي الواجبات آرى, ارى 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 الحقوق فين هي الحقوق فين هو الحقوق فين هو الجانب الاجتماعي علاه هون ما تشوف الناس يبيعوا لحمهم علاه ما تشوف علاه تشوف هون ممنوع تمس حتى الطفل تمس الطفل ينظر لك بواحد النظره اللي هي عليها علامات استفهام علاش هادو علاش شنو هادو هادو فيهم عندهم الدم هون يسري فيهم والناس الثانيه في شنو عندهم المازوت ليسانس انا عزك الله الواد الحار ماشي في, في, في عروقهم راه حتى هما بشر كيف ولكن كاين النظام السياسي اللي يفكر في المجتمع اللي يهمه المجتمع اللي باغي اصلا تنميه المجتمع ويشتغل من اجل المجتمع وكاين واحد وكاين واحد النظام السياسي خدام راسه خدام غير راسه هو وصحابو هذيك المجموعة لا اللي خدامة معاه اللي هي مركزيا و... وشهويا ومحليا خدامة راسها أو ما عندها سوق في المجتمع والمجتمع تتقاذفه يقذف الفقر الاغتصاب قلة ذات اليد الأمية كل شيء كل, كل الظواهر طايحة على راس المجتمع المغربي وهما مبرعين واحد الكتلة بشرية قليلة متبرعة ما تروح لها لا لا شليتوك اليوم ولا شليتوك الغداء وعاد ضامنة باش لا تزوز الشهر وعارفة كيفاش اللي تخلص مصاريف الدراسة وعارفة كيفاش اللي تخلص الموضة وكاين اللي ما يخلص كاع يعني الموضة هو خاصو يخلص الموضة هو ما يخلص وراكم شفتوا واحد المرة واحد فاكتورة جات الحمد ولد الرشيد في مدينة العيون المحتلة فيها شي 13 درهم على ما أعتقد 13 درهم بالله عليكم كاين شي فيلا في القصار هو ما هي فيلا قصار قصار في العيون المحتله تجي 13 درهم حمدي ل... حمدي الا كان الا كان هذا قصره وهذه المكانه اللي, اللي اللي اصلا يعني مربوط بها آآ آآ فاش مع فيلتو خلص واحد 20000 درهم ولا 30000 درهم بكثره الاستعمالات اللي عنده داخل الفيلا ولكن جي 13 درهم وانت تجيك انت انت في العيون المحتله الناس تفتح الروبيني تفتح الروبيني في الوقت اللي خاصه يجي الماء اللي العيافه اصلا يعني الماء المالح اللي لا يستعمل لا في الشرب ولا عدوش تدوش به تبقى تقشر الباسك صبنت فيه يركن بالعجله تفتح الروبيني يجيك يجيك البرد لا البرد وتخلص الفكتورة في راس الشهر لذلك يمصون دمك بكل بكل طريقة بأي طريقه وفي النهاية يؤدي هذا إلى أنه المجتمع يسقط ضحية وحينما يسقط المجتمع ضحية تكون هذه الظواهر مرة مرة الله يحفظ يعني جرائم قتل جرائم قتل تارودانت تراي شاهد على ذاك اللي كم قتل مع في من طفل شي 12 شخص ولا ولا 11 طفل في تارودانت وراعي آآ آآ طنجة وغدا هاي تسمعوا مدينة ثانية والسمانة الجاية تسمعوا مدينة ثانية وفاس راعيها نشوفوها قدام عينينا ولا حل ولا حل ولا يتم طيحوا من حفره لحفره من حفره لحفره وهما متبرعين بخير وعلى خير ما خاسر عليهم والو ولادهم محفوظين ولادهم يجيهم الشيفور يفدو من من المدرسه يديه للدار من الدار سيارتاش بسيارات الدوله الزريبه طبعا حاجه تعود الدوله هذه ماشي هذه علاقه ولا هم يحزنون تحياتي لكم والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم وش...